هو الأخ عبد السلام يسأل عن حكم العمل في المطاعم في أوروبا. هو على كل حال معروف إن العمل في المطاعم هنا، طالما إن المطعم مش لا يملكه أخ مسلم ولا أخ عربي، حتى ربما يكون أخ عربي وفي نفس الوقت مع ليابة كثيرة من الأحكام الشرعية. على كل، إذا وجد في المطعم خمور وخنازير وكان يعمل هو في هذا الميدان، فيحرم عليه العمل في ليه؟ في، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معروف حديثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر 10، ومنهم حاملها، مش الشارب فقط. فإذا كان هو يعني بيستعمل هذه المواد المحرمة، فبطبيعة الحال يكون عمله إيه؟ يكون عمله محرم. لكن إن كان المطعم ليس فيه هذه الأشياء، أو فيه هذه الأشياء وهو لا يتعامل معها، لأن في ربما بعض من ربما يعمل في بيتزا، ربما يعمل في كذا، ربما يعمل في كذا، يعني المهم ان هو بعيد عن الايه؟ عن مجال المحرمات. في هذه الحاله يجوز له ان يعمل في هذا الايه؟ في هذا الميدان. وان كان بيختلط هذا بذاك، مثل الاوتيستا اللي هو الذي سائق الشاحنه الذي يقوم بنقل البضائع. ففي مره من المرات تكون المره اللي بينقل فيها البضاعه يكون فيها خمر او يكون فيها خنزير او يكون فيها اشياء محرمه، فهذا اسمه عمله اختلط عمله الحلال بالايه؟ بالحرام. فاذا كان اختلط ما العمل الحلال بالحرام وكان الحرام قليلا فيه، فمن الممكن في ان يخدم، ولكن يعني يقلل بقدر الامكان من العمل في الشيء المحرم. وعليه أن يحسب الشيء المحرم ويتصدق به، ليس على سبيل الصدق، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل ولا طيب، وإنما على سبيل التخلص وليس على سبيل الصدق. يعني يقول والله أنا مثلا ممكن يكون 10% من عملي ده أنا يعني جزء حرام وأنا اضطررت للعمل فيه، فمن الممكن هو يتخلص منه. وهكذا في كل الأموال المحرمة التي تدخل للإنسان. جزاك الله خير، بارك الله فيك.